أحبة الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الكورس المميز ألف كلمة إنجليزية. سوف نتعلم اللغة الإنجليزية بطريقة جديدة لم تسبق من قبل. إذن خلينا نبدأ. عندنا اليوم 6 كلمات، راح نأخذ هذه الكلمات نشرحها بالتفصيل مع أمثلة وأيضا أهم المرادفات. هدفنا هو حفظ أكبر كمية من المعلومات، حوالي 95% من المعلومات خلال 10 دقائق فقط. لهذا السبب ركز معي جيدا حتى نحقق هذا الهدف سويا من الآن. سوف نحفظ اللفظ الصحيح وكتابة جميع الكلمات. إذا حضر كراس وقلم حتى نبدأ الآن. اضغط على إعجاب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس. تفعيل زر الجرس مهم جدا حتى تصلك الدروس مباشرة حين نشرها. ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو في نهاية هذه الحلقة. اليوم درسنا من الدرس 115 إلى الدرس 120. نعم، وهذه الكلمات اللي عندنا كلمة bird, cake, capital, cable, call and camp. هاي الكلمات اللي راح نشرحها الآن. نبدأ الكلمة الأولى، كلمة bird. bird تأتي بمعنى طائر، عصفور أو فتاة. bird bird، كرر معي بصوت عالي. bird bird. عندنا مثالين. المثال الأول، a fit bird means. a fit bird means، الطائر المناسب تعني. means تعني a girl. girl فتاة. who is pretty good looking. who is pretty good looking or tasty، يعني فتاة جيدة المظهر أو جذابة. a fit bird means a girl who is pretty good looking or tasty. جيد، خلينا نقرأها الآن معا. A fit bird means a girl who is pretty good looking or tasty. ممتاز. الآن خلينا نأخذ المثال الثاني. The valley is teeming with bird life. الوادي يعوج بحياة الطيور. The valley, valley وادي, is teeming with bird life، بحياة الطيور. خلينا نقرأ المثال الثاني سويا أنا وأنت. The valley is teeming with bird life. ممتاز. أهم مرادفات كلمة bird عندنا fowl. fowl طائر. finch. finch عصفور. poultry. poultry دواجن. chickens. chickens دجاج. هذه أهم المرادفات، احفظها باللفظ الصحيح. خلينا نقرأها لمرة أخيرة أنا وأنت. bird, fowl, poultry, chickens, finch. ممتاز. نأخذ الكلمة اللي بعدها، الكلمة الثانية، وهي كلمة cake. cake كعكة الفاكهة، تأتي بمعنى كعكة، تأتي بمعنى صفعة، قشرة صلبة، أو تأتي بمعنى الأبلة أيضا. إذن cake. cake مثالين عندنا على كلمة كيك. أيضا the large christening cake. the large christening cake was cut and divided up. تم قطع كيكة التعميد الكبيرة وتقسيمها. the large christening cake was cut and divided up. تم تقطيع كعكة التعميد الكبيرة وتقسيمها. نروح للمثال الثاني. We played games. We played games and ate ice cream and cake and fruit. We played games and ate ice cream and cake and fruit. لعبنا الألعاب وتناولنا الآيس كريم والكعك والفواكه. نروح إلى أهم مرادفات كلمة cake. swipe صفعة. gâteau كعكة. dough عجين. and bun bun كعكة. هذه أهم مرادفات كلمة cake. خلينا نروح للكلمة اللي بعدها، الكلمة الثالثة. capital. capital capital عاصمة. عاصمة أو رأس مال أو مال أو حرف كبير. capital letter مثلا حرف كبير كبير وأساسي، تأتي معنا أساسي كلمة capital. أمثلة كلمة capital. It's a hive of creativity. It is a hive of creativity.
recognized recognized مصنفة recognized globally عالميا as a fashion capital كعاصمة الموضة. It is a hive of creativity إنها خلية من الإبداع. Recognized recognized معترف بها مصنفة recognized globally عالميا as a fashion capital كعاصمة الموضة. ممتاز، خلينا نروح للمثال البعده. That is capital. That's capital. That's capital. How glad I am you have come. How glad I am you have come. هذا رأس المال، كم أنا سعيد أنك جئت. That's capital. How glad I am you have come. ممتاز، خل نروح الآن إلى أهم مرادفات كلمة capital. عندنا كلمة capital city, handling, property تأتي معنا مال أو ملكية أيضا, principal أساسي. إذا هذه أهم مرادفات كلمة capital. خل نروح الكلمة بعدها وهي الكلمة الرابعة, كلمة cable. cable حزمة أسلاك أو سلك, حبل غليظ أو ثبت إذا أجت بمعنى فعل طبعا بصيغة فعل ثبت, أو تأتي بمعنى برقية أيضا cable. cable خلنا نأخذ أمثلة كلمة cable. I have got an idea. I have got an idea. لدي فكرة. I have got an idea. لدي فكرة. Let's cancel our cable. دعنا نلغي الكابل الخاص بنا. Let's cancel our cable. دعنا نلغي الكابل الخاص بنا. Stop watching TV ونتوقف عن مشاهدة التلفاز. And go outside ونخرج إلى الخارج. خل نقرأها أنا وأنت الآن. I have got an idea. Let's cancel our cable. Stop watching TV and go outside. ممتاز. خلينا نأخذ المثال الثاني على كلمة cable أيضا. Speaking of TV بالحديث عن التلفاز. When are you coming here to watch cable? متى ستأتي هنا لمشاهدة الكابل أو السلك؟ يعني بمعنى تصليح. متى سوف تأتي لتصلح أو تشاهد أو تشيك الكابل لعله يكون بمشكل. Speaking of TV, when are you coming here to watch cable? Speaking of TV, when are you coming here to watch cable? ممتاز. أكملنا الآن الأمثلة والآن عندنا مرادفات على كلمة cable. وعندنا wire twist. wire twist لفة أسلاك. wire silk أيضا. link رابط. telegram برقية. إذن هذه أهم مرادفات كلمة cable. وأكملنا الآن الكلمة الرابعة. عندنا الكلمة الخامسة كلمة call قبل الأخيرة. call بمعنى مكالمة, استدعاء, دعوة, نداء أو طلب. هذه مجموعة معاني كلمة call. call خلينا نستخدمها بأمثلة حتى نتعلم كيف نستخدمها. إذن simply call to confirm your place. simply call to confirm your place. اتصل ببساطة لتأكيد مكانك. simply ببساطة call اتصل to confirm لتأكيد your place مكانك. إذن مثال الثاني عندنا you can call me a liar. يمكنك أن تدعوني أو تسميني بالكذاب if you want إذا أردت. but it's true. but it's true لكن هذه الحقيقة أو هذا صحيح. you can call me a liar if you want to but it's true. فلنقرأها معا. you can call me a liar if you want to but it's true. ممتاز. نأخذ أهم مرادفات كلمة call. recall استدعاء. invitation دعوة. roll call نداء. request طلب. ممتاز. خلينا نأخذ الكلمة الأخيرة اللي عندنا بهذه الحلقة كلمة السادسة وهي كلمة camp. camp مخيم, معسكر, جند أو كوخ, أو تأتي
بصيغة فعل على شكل عسكرة أو خيمة. camp camp. مثال عندنا مثالين على كلمة camp. A summer camp for children. A summer camp for children. مخيم صيفي للأطفال. المثال الثاني late that night. في وقت متأخر من تلك الليلة they made camp. صنعوا مخيم in a field في حقل by the river. By the river بجانب النهر. ومرت أيضا علينا كلمة by شرحناها بالتفصيل في هذا الكورس أيضا بإمكانك الرجوع لها ومعرفة كيفية استخدامها أيضا. إذن فنقرأ معا late that night they made camp in a field by the river. ممتاز. وأهم مرادفات كلمة camp soldiery جند equipment معسكر calm down calm down نزل كابين كوخ. إذن أكملنا الآن هذه الست كلمات وسوف ننتقل إلى الكلمات الخمسة القادمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. سوف تكون عندنا خمس كلمات جديدة ومهمة أيضا. شكرا لكم على المتابعة. انتظرونا بالحلقات القادمة ولا تنسوا تكرار هذا الدرس عدة مرات وانتظار الاختبار يوم السبت القادم في مجموعة جديدة من الكلمات من هذا الكورس المميز. كل سبت سوف يكون لدينا مجموعة اختبارات في خمس أسئلة لكل خمس كلمات حتى نحفظها بشكل جيد. كرر هذا إذن الدرس عدة مرات حتى تحفظ جميع الكلمات. اكتبها كرر بصوت مرتفع حتى تتقن اللفظ الصحيح. هذا مهم جدا لإتقان المحادثة بشكل سريع جدا أيضا. الكلمات اللي عندنا بالحلقة القادمة care, car, career and card and carry. هذن اللي عندنا بالحلقة القادمة راح نشرحهن بالتفصيل. إذا انتظرونا للحلقة القادمة اضغطوا على إعجاب، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس. عندما تفعلون زر الجرس سوف تحصلون على جميع الدروس مباشرة من خلال أن الحصول على إشعار على البريد الإلكتروني الخاص بكم. ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو لجميع أصدقائكم لأن هذا الشيء سوف يساعدنا على نشر العلم الذي هو رسالتنا في الحياة للجميع. وهناك الكثير من الناس بأمس الحاجة لهذه المعلومات، لذا رجاء أرجوكم أن تشاركوا هذا الفيديو لجميع أصدقائكم حتى تعم الفائدة لأكبر عدد من الناس. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء قريبا. لا تنسوني من صالح دعائكم. كنت معكم في الإعداد والتقديم حسين الغالبي.